300 الشعب المغربي فين بغى يوصل؟ تتشي راه بزاف اخويا، 300 راه بزاف. اش غنديروا بهاد البطاطا حدا؟ واش كاينه على البطاطا؟ دابا مش كنشوفوش غير البطاطا بوحده اللي غاليه، البطاطا ماشي غير البطاطا، البطاطا تتكلخ الشعب المغربي. بطاطا راه ديري لها البزقه، هذيك البطاطا اللي كاين، البطاطا اللي فيها كيلو ما عندنا ما نديرو بوها. هاد البطاطا هي شادي بطاطا، دخلنا عليك بالله وتكالات بطاطا، شتي البطاطا هاد الشيء شناهو؟ هذا راه مرض، هذا ضرب البطاطا، شتي هذا راه مرض، هذا شناهو؟ هذا فيروس هذا، وتيديروه باش توصل داغي ويجيبوه يعطوه للمواطن باش يكلخوا المواطن. هادشي راه عيب وعار. هاد البطاطا ما خاصهاش ناكلوها، البطاطا غير صحيه، وهذيك المطيشه اللي ب 260 حمراء غير صحيه، ديري لها الادويه الفروضويات. هادشي بزاف ما ناكلوهاش حنا، نجتنبوها، هادشي نجتنبوه باش ينخفض، ولكن سرنا حنا المواطنين. واش حنا السلعه غاليه وحنا تنتسابقوا عليها بو هيوف؟ هذا هادشي بزاف. وانت شوف الشعب المغربي كلشي داخل، شحال بطاطا واش ياخذوا ب 300؟ وما تاخذوهاش بطاطا وب 300 وفيها الفيروس، انتم شنو هادشي فيها؟ هذا لا فيروس، وما تاخذوش بطاطا، وكلوا الخبز وكلوا البلبوله ديال الشعير. وانت نهضر معاكم في الواقع، بطاطا راه غير صحيه، هانتوما هذا راه فيروس، والمواطن والشعب المغربي. بطاطا و 300 ما تاخذوهاش، بطاطا فيروس هانتا، وتديرها في الكوكو تدو. بطاطا هانتا راه ضاربه فيروس، هذا راه ميكروب عيب الله، شتيها؟ وما تاخذوش بطاطا، وديروا البلبوله وكلوا الشعير، كلوا الخبز ديال القبح، وبعدوا من الدالون، وبعدوا من الحاجه المصنعه، الحاجه المصنعه بعدوا منا. كلوا شي حاجه ديال الصحه، كلوا كلوا الحرشه، كلوا البلبوله، كلوا القبح. وسنهضر معاكم الشعب المغربي، راه فيروس هذا، وراني قارينا اللي واصلين، وراني عارفين في التغذيه، والله العظيم حتى تاكلوا على المرض. شي مطيشه 260 وما تاخذوهاش، وشي بطاطا. والناس عندهم الشركات ديال الشيبس، ودرهم غرام 1000 1000 وحده 1000 غرام ب 1000 درهم، هذه التجاره، ماشي هذه ب 300 وغير صحيه للمواطن، هذه راه ميكروب. شتي فينا هما الليجان ديال قسم الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه اللي داروا من العمالات؟ جاوا باش نخافض هذا الشيء، هذا ارتفع هذا الشيء، هذا الشيء ارتفع ارتفع، هذا الشيء هذا منكر، هذا راه منكر. خذوا البصل، البصل مذكور في القران، البصله مذكوره في القران، البصله زوينه والزبيب، بعدوا من البطاطا. وتنهضر معاكم، البطاطا ما عندكم ما ديروا بها، واخا من الاوليات، راه ميكروب على فيروس. شتيها؟ شتوها؟ قسم بالله بما صحيه هاد الشيء، شي راه فيروس هاد الشيء، خاص الشعب المغربي يعيق ويعرف. ومطيشه، كاينه شي مطيشه في هذا الوقت عاب البرودويات، خاص واصله المطيشه. والشعب المغربي ما خاصوش هذا الشيء، خاصنا التفاتة تكون كبيرة، وخاصنا نديروا اليد في اليد ونتفقوا، وما ناخذوش البطاطا والمطيشة اللي غالي. والمغاربة اللي واعيين اللي قارين، وما قارين تفولة وتتاكلوا على الميكروب. واش هذه مطيشة وياكلوا بلادهم يدخلها لدارو؟ هذا راه فيروس، هذا راه مرضى، هذا شتي، هذا راه مرضى. شتيها؟ ها شتيها؟ شتيها انت؟ شتي ها انت صاحبي؟ ها دير كاميرا الله يجازيك بعد. هذا راه فيروس عباد الله، وانتوما اللي تيجيكم السرطان، وتجيكم الامراض المزمنه، وراني قارين واعين مثقفين. ها انتوما شتي تاكلوها؟ اقسم بالله ما تاكلوا على الميكروب، وبعدوا منها، اجتنبوها الى غلات، على الميكروب والله شي حاجه غلات، واجتنبوها ما تاكلوهاش. وكلوا القمح، وكلوا البلبل، وكلوا السميده، كلوا كلوا الشعريه، كلوا الروز، كلوا شي حاجه زوينه طبيعيه. هادشي راه بالبرودويات والفيروس. شتي؟ ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.